إذن مشاهدينا مستمرون في هذه التغطية وننتقل الآن بكم لأول ملفاتها، حيث خرجت ثلاث عربات من القضبان بمنطقة المرازيق بمحافظة الجيزة. وقالت مصادر الأونلايف أن القطار كان متجها من القاهرة إلى قنا. في تلك الأثناء دفعت وزارة الصحة بأطقم طبية وسيارات إسعاف إلى موقع الحادث، كما تحرك عدد من القيادات ومسؤولي بوزارة النقل إلى الموقع. هذا ودفعت الهيئة القومية للسكك الحديدية بمعدات الرفع والأوناش وفرق الصيانة لتقييم حجم الأضرار. معنا هاتفيا للتعليق على هذا الأمر دكتور أحمد محي، مساعد وزير الصحة للطب العلاجي. دكتور أحمد، أهلا بك ومرحبا. المزيد حول عدد الجرحى، إن كانت هناك وفيات أو ما إلى ذلك، تفضل. أهلا بحضرتك. هو عدد المصابين حتى الآن 34 مصاب، إصابات رذوذ وكسور بسيطة، وتم تحويلهم جميعا لمستشفى الهرم بعد فرزهم في مكان الموقع المستشفيات الحادث وجاري نقلهم بواسطة عربات الإسعاف، هيئة الإسعاف المصرية 25 عربية إسعاف. وتم الاستعداد في مستشفيات أخرى مثل العجوزة والشيخ زايد التخصصي ومستشفى الهلال في حالة الاحتياج. طبيعة الإصابات هي كسور بسيطة، ربما إصابات يعني بسيطة في المجمل. لا توجد إصابات خطيرة حتى الآن. طيب المستشفيات التي تم نقل المصابين إليها هي مجهزة لمثل هذه الحالات، كافية لاستقبال هذا العدد؟ مستشفى الهرم مستشفى مجهزة وكافية لاستقبال عدد الحالات. مفيش أي أخبار عن حدوث أو وقوع وفيات حتى هذه اللحظة؟ لا، حتى اللحظة لا توجد وفيات. هل تم الانتهاء من نقل جميع المصابين ولا في عربات ربما لا تزال تنقل المصابين؟ جاري نقل المصابين.